بعثوا لي قالوا لي ما ديرش فيديو. ما نديرش فيديو واعلى نحلل فيكم في الليله، في الليل في الليل اخاوتي، والله قراها الليل واني خدام انا يا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ماناش خارجين من الدوله تاعنا، انا مانيش خارج من الدوله تاعنا، مازلت فيها. عاونونا سيدي، مانيش عارف بها، اعطونا اعطوا سكنه للمر، سكنه خويا، خلوني انا نطيش. انا على بالي بلي خلاص راح تزعقوني باسكو دي جي ياسين اول واحد تضحي به هو الشرطي، هو الشرطي. لا هم حقروني كي رد شرطي، انايا هم حقروني دركي. واحد ما يوقف معايا، على بالك بلي واحد ما يوقف معايا هو يا بوليس، خلي لي هذا بولي. لا انايا لا هاني ساكت، هم صدموا لي للدار، هم صحابي مع اللوسي مع المدير هذا تاع ثانويه الامام مالك بن انس، صدموا لي للدار وهم يزعقوا فيا. ولادي انايا قشي قالوا لي لازم تخرج الليلة. كيف لازم تخرج الليلة هذه؟ مانيش فاهم هنايا ليه الليل؟ الليل بقى ما يشوفوهمش الناس. ايه نائب العام قال لهم يخرج اليوم، نائب العام تاع المسيلة وكيل الجمهورية تاع سيدي عيسى دايرني في راسه كي عد بوليس، قال لهم والله قا يخرج كي عاد بوليس يخرج. سما تحقروني كي عد بوليسي انايا، ايه تحقروني كي عد بوليسي انا وما وخوتاتي واهلي، هي حقرتوني هي. ودركي اول حاجه ديروها، اول حاجه ديروها توقفوني على اخويا هذا. لا لا لا، واحد ما عنده الحق يوقفني على الخدمه. انا اللي وقفني على الخدمه من المدير العام ورئيس الجمهوريه، انا نقولها لكم المباشر قسما برب العزه. قال المدير العام شخصيا هو اللي يبعث التوقيف تاعي. دارنا هذه يا سياده المدير العام، دارنا ولادي 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 راهم يخرجوا فيهم في الليله. يا المدير العام راهم حقروني كي عد بوليسي، راه رئيس الجمهوريه راهم حقروني كي عد شرطي، راهم حقروني حقروني والله قا حقروني، حقروني انا وعائلتي. وين نروح انا؟ هاني في شومبره واحده، ها شومبره عايش فيها انا وزوج ولادي، والله قا شومبره انا وزوج ولادي، ها رابعه على رابعه. خويا في شومبره وما مخلوقه واختي في شومبره، وين نروحو درك كي تجي تهزني في الليل؟ لا كعد بوليسة نائب العام ووكيل الجمهورية، وكيل الجمهورية والله قرأ في البيرو دركي قال لهم كون ما يخرجش. علاه دار تاع الدولة هذه ماهيش داري أنا، مستعرف دار تاع الدولة هذه، سكن وظيفي تاع بوي ربي يرحمه كان خدام لهنا وجابنا هنا، سكننا في 97، من 97 وحنا ساكنين. على بالنا بلي ماهيش دارنا، أنا على بالي بلي ماهيش دارنا تاع الدولة. بصح أنا راه الدولة، أنا دركي الدولة كي تخرجني وين نروح؟ كاش ما عندي دولة واحدة أخرى نروح ليها؟ هاي الدولة دي تاعنا، تاعنا دولة، أنا بن الدولة والدولة تاعي، دولة تاعي أنايا يعني. أنا الدولة ما نخرجش، ما نخرجش من إطار الدولة أنايا يعني. نحترم ها واه الدولة الجزائرية، ها الدولة الجزائرية ممثلة بمدير وبين بن قويدر الذهبية، بن قويدر الذهبية هذه ما عمرها 74 عام، كي راهم يهجوا فيا هكذا في الليل وعلا. يعني خدام والله خدام، خدام نورمالمون 19 ساعة تاع الصباح. هاي يا زيدو، هاي دوك شوف العجب هذا، والله خراني خدام والله. هاي يا زيدو خدام انا دركي، روح نروح نخدم انايا في الكوميسار، نخدم في الليل عادي، نجيبوها ليلة كاملة وحنا حنا ندورو وراني خدام عادي. دركي واعر بارطاجيوه الماكسيمو، انا حابو يوصل، حابو يوصل هذا الفيديو بالذات يوصل للدي جي. يا الدي جي راه محقروني، اوقف معايا يا الدي جي، يا المدير العام، رئيس الجمهوريه، سياده رئيس الجمهوريه المحترم، سياده رئيس الجمهوريه المحترم عبد المجيد تبون، اب الجزائريين كامل، راك اب الجزائريين كامل، تا قلتها تا قلتها، قلت انا راني اب الجزائريين كامل. انا بوي ميت، انا بوي ميت اخويا، وما لحقتش باه ندير لهم دار، مانيش لاحق اي عطاو، مانيش لاحق، مانيش لاحق اودي، انا مانيش لاحق باه ندير لهم دار. هاي راه الامر في يدك، بارطاجيوه الماكسيم، يرحم والديكم، بارطاجيوه الماكسيم. حابو يوصل، حابو يوصل 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 يوصل، وصلوه وصلوه وصلوه، ما تخليهمش يحقروني. والله ما حقرت واحد في حياتي، بلا توني ولا بلا لاتوني، والله ما حقرت واحد في حياتي. يا كي عدنا بسطاء برك، كي عدنا بسطاء هذا مكان، على بالهم بلي بوليسي ما يدير والو، علاه ما ندير والو؟ نسكت نتفرج، نتفرج كيف ما تتهان، هاي ما هاي تتهان، ها والله قاعد ما هاي تتهان في الليل.
ما تتهان في الليل. ما هاي تتهان في الليل. ها في الليل هم يهينوا فيه انا ويهينوا فيا فما ويهينوا فيا فما. هاي تتهان واعلى عيب والله قاع عيب. ها ما شوف شو راهم دايرين. شوف قال لك لازم تخرج لازم تخرج اليوم. كيف لازم نخرج اليوم؟ هذه كيف خرج اليوم؟ هذا قاش كيفاه العباد هادو ها كيف خرجوا في اليوم؟ اليوم كيفاه فهموني. الحقونا عيطت الصباح الكاس كارون تويت صباح جويلة 12 عيطت الكاس كارون تويت انا شرطي راني رحت اللي يسموه الخطره اللي فات رحت الرئيس امن ولايه تمسيله عاوني هضر لي مع الوالي وعاوني حق تاع ربي من المسؤول تاعي اللي هنا العميد اول شرط عيسى بشليل والله خا يجري عليا بالحفه والله قبل حفه يجري علي والله قال مخلوق مانيش عارف شوف يدير بوسيبل به انا ما نتلحقش بصح امر فوق النائب العام والوكيل الجمهوريه قالوا له قسما بالله قا يخرج مادام واش يدير انا واش ندير وين نروح راكم تضطروا فيا لواحد الامر مانيش حاب نوصل ليه انا قلت لكم من غير الديجي برك الديجي ورئيس الجمهوريه هما اللي قرروا الفصل تاعي زعما يجي من امن الولايه ولا كوميسيو ما نقبلوش الديجي شخصيا يتفرج الفيديو لقاني كاش ما غلطت ولا سبيت الدوله تاعي انا نحترمها بصح راني لاجئ ليها درك هاني في الشمبره تاعي هم برا راهي لهنا الحقونا